مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من باب الخلق. انا لسه بضحك لان احنا لما زعنا الحلقات اللي فاتت كنت انا ما بطلعش وبتكلم بالصوت من منطلق ان انا بحس انه المذيع في باب الخلق ملوش اهميه خالص. الناس ضيوف الاماكن القصص اللي بنحكيها هي المهمه، ولذلك احتفظ الناس بيها على الجدار، كتبوها وناس كتبوها في الكتب وناس ترجموها بعد سنين طويله عشان نعرف اللي فات ونقدر نتعامل كويس مع اللي جاي. فبس بذكر انه باب الخلق يعني الحاله الصحيه اتحسنت شويه، فانا ممكن يعني احنا مستعدين وبنسعد جدا لما حد يبعت يقول حد عايز اصور مع ابويا لان ليه تجربه كويسه، عايز اصور مع امي لان عايز اصور مع الست اللي بشوفها وانا راكب المترو ورايح شغلي وبشوفها ست كبيره وقاعده تبيع فجل ومش عارف ايه، بتاع الفول اللي بقاله 50 سنه وبيبيع الفول كويس وعنده ضمير وحاجات زي كده وبيدي لك طبق فول كويس، يعني كل دوت احنا نسعد جدا بيه. بس في الاطار يعني القاهره وضع وحيد، القاهره الكبرى لغايه بس ما الجو يتحسن والدنيا تبقى كويسه. امبارح رحنا جوله كده في بدايه الاندلس وهنقدم لكم كل شويه ان شاء الله فقره او شخصيه او قصه من قصص تاريخ العرب في الاندلس. النهارده هنروح زياره اللي انا لغايه دلوقتي ببقى مندهش جدا، ازاي سانت كاترين مش على قائمه المدارس والجامعات؟ يعني ازاي مكان مفيش منه في العالم كله، لان ده المكان الوحيد اللي ناس قالت وثبت في الكتب المقدسه ان الله تجلى فيه، محدش قال تاني في مكان تاني. يعني احنا مش معترضين ولا حاجه، ولو ان نعترض يعني، انما محدش في هناك كده قال ربنا تجلى هنا، لا هنا بس. والمكان ساحر. بس الحقيقه احنا بنشكر الجهات اللي ادونا التصريح، وفي نفس الوقت هناك لاحظت انه في حاجه، في حركه بنا، يعني يمكن ان شاء الله حركه البنا دي لما يعملوا شويه فنادق هناك يبقى المساله متاحه، لكن لازم ده يتحط على جدول لانه مكان لكل الديانات ومكان تاريخي ما فيش منه، لازم يتحط على جدول المدارس والجامعات والشركات. يعني دلوقتي في اوروبا والدول المتقدمه بيبقى في جيم في الشركه، جيم في الشركه، وفي حمام سباحه في الشركه، وفي ترابيزه بينج بونج، وفي بلياردو موجوده يلعبوا عليها الموظفين في وقت معين عشان الناس تفرتش تقدر تشتغل. فطب ما احنا نعمل كده، الموظفين عندنا كل شهر نعمل لهم رحله. انتوا عارفين ان انا اعرف حد يعني كده اتعرفت عليه قريب، ف احكي لكم حكايه غريبه شويه. هي فتاه المانيه وبعدين بنتكلم ومعنا مترجم يعني، فقالت انه هي بتشتغل تبع المانيا هنا في مصر في الاثار والحاجات دي كلها، فقالوا لها ان انت ليكي يوم اجازه بالفلوس، يعني كل شهر ليكي يوم اجازه غير اجازتك العاديه، بس لازم تكوني خرجتي بره القاهره عشان تستنشقي هواء كويس وده يساعدك ان صحتك تبقى احسن. فتقول لنا بس ما يثبت انك قعدتي في اوتيل خارج القاهره، ركبتي قطر خارج القاهره، رحتي اي حته ما يثبت ونديكي يوم. ده في المانيا، هي بتشتغل في مصر مش في بلدهم، عشان عارفين وفي احياء هنا في مصر لما تسكن فيها يدوها مكافاه اكتر، يعني يزودوا لها مرتبها لو سكنت في حي من الاحياء اللي فيها شجر وكده وحاجات زي كده، عشان هي بتحافظ على صحتها، عشان صحتها دي هي لما تكبر هتعيا لو ما حافظتش على صحتها، ولما تعيا هتكلف الدوله. فهم دي مساله اقتصاديه بس مساله يعني عجيبه جدا. فاحنا كمان ممكن نعمل كده لموظفينا في الشركات الخاصه، كل شهر يتفرج على البلد ويشوف. مجرد اقتراح، تعالوا نروح سانت كاترين، هناك حاجه تانيه خالص، عالم اخر مليء بالهدوء وبالجمال وبالروحانيات. إلى سانت كاترين.
نحن في سانت كاترين وهنبدأ الزيارة، نبدأ نخش الدير ونحكي لكم ما يعني نستطيع من قصص. بس خلينا نتفق في رحلة سانت كاترين ان احنا زي ما سيدنا موسى عليه السلام موجود في سور كتيرة من سور القرآن الكريم وقصص، قصة هنا وقصة هنا وقصة هنا وقصة هنا وقصة هنا، فاحنا هنتلمس واحنا في الدير هنا ملامح بعض هذه القصص. احنا حكينا بعضها في اماكن اخرى سواء كان في مصر او في الاردن، لكن هنا في قصة انا عايز اقول التجلي الفريد حين تجلى الله سبحانه وتعالى بما يليق به. خلي بالك من الحكاية دي، بما يليق بالله، حين يتجلى الله يتجلى بما يليق، لان ليس كمثله شيء. حين تكلم الله ربنا يا ترى اتكلم ازاي؟ وايه الحكايه دي حصلت ازاي؟ وحكايه ان سيدنا موسى راح للشجره، الشجره هنا يعني ناس كتير اكدوا ان الشجره كانت موجوده هنا، وان هو كان ماشي هنا وشاف الشجره بتنور فيها نار، لكن فروع الشجره ما بتتاكلش. طب بس الاول تعالوا نبدا زي ما قلت لكم كده، هنبدا حاجات متفرقه. زي ما انت بتفتح القرآن الكريم وتلاقي في سورة البقرة قصة لسيدنا موسى، وبعد ما تلاقي في سورة القصص، في سورة النمل، في سورة طه، في سور كتيرة جدا قصص أو حكايات عن سيدنا موسى. فاحنا هنحاول نقول لكم تفاصيل بعض هذه الحكايات من التفسيرات ومن الروايات الموجودة. في سانت كاترين ممكن نقول لك على يعني ردود على كل الحاجات اللي ممكن تقف قدامها. لما تيجي تلاقي في القرآن الكريم سيدنا موسى خرج خائفا يترقب، خائفا من ايه؟ ثم انه وجد امرأتان تزودان، وقابل ابوهم، وابوهم قال له انت راجل كويس. ايه الحكاية دي؟ القصة دي هنا احتمال كبير انها تكون هنا، احتمال كبير ان سيدنا موسى عليه السلام، انتوا عارفين ان هو تربى في مصر ودي هنحكيها في اطار تاني، لكن هو في لحظة في واحد من بني اسرائيل استنصروا على واحد من اهل مصر، كان في بينهم خناقة او حاجات زي كده، فدخل سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، راجل مات مجرد ان موسى زقه كده. ففي نفس تاني يوم نفس القصة، نفس الراجل استنصر سيدنا موسى، وده موجود في آيات القرآن الكريم. فسيدنا موسى ما سمعش بقى الكلام وما أذاش الراجل، لكن جاله راجل قال له إن القوم على فكرة هيعمل لك مشكلة، امشي. فخرج موسى خائفا يترقب، خرج إلى الصحراء. إحنا عندنا المعلومات بتقول إنها مدين، مدين هي أراضي تبوك في المملكة العربية السعودية، لكن ممكن تكون هنا كانت جزء منها زمان بتتسمى نفسها زمان هي، لان احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على وقت تاريخيا مش محدد. الكلام ده كان سنه كام؟ سنه 1300 1400 1500 قبل الميلاد، ما فيش تحديد لان ما عندناش اثر تاريخي، لكن عندنا كتب مقدسه فيها روايات، فالكلام من زمان جدا. فلما موسى سيدنا موسى خرج وقعد في الظل، كل ده في آيات القرآن تحت شجرة، بص لقى كده الناس بتشرب، بيطلعوا مية من بير وبياخدوا المية، في اتنين بنتين امرأتان تزودان، يعني بيحاولوا ياخدوا ميتهم، لكن الرجال اجداد. فقام سيدنا موسى وكان قوي بنيانه قوي وقدر يخلص الموضوع، وراح مطلع لهم المية بسرعة وقال لهم خلاص. البنات رجعوا في وقت بدري جدا عن المعتاد، فابوهم اللي هو الرجل الصالح او اللي هو سيدنا شعيب رجعت بسرعه ليه، قالوا له قابلنا راجل كويس جدا وقوي وجميل
وعمل لنا قال لهم طب الراجل ده لازم نشكره، كل دي ايات قرانيه. فراحت بنت من البنات قالت له تعالى برضو ده قران يجزيك اجر ما سقيت لنا. وهنا في ملحظ حلو، انه الست دي او هذه الفتاه لما جت تاخد سيدنا موسى عشان يروح لابوها، هما ماشيين في الصحراء فلابسه جلابيه كده، فالجلابيه دي الهواء يجيبها كده ويجيبها كده ويجيبها كده، فممكن جسمها يبقى متفصص يعني، ممكن يبقى فيه ملامح. فسيدنا موسى قال لها امشي ورايا، شوف النبي بقى لا امشي ورايا، وبعدين عايزه تمشي على طول اديني ماشي، عايزه تحودي يمين ارميلي طوبه كده انا احود كده، عايز تحودي شمال ارميلي طوبه كده امشي شمال، بحيث انه ما يبقاش هذه الفتاه ماشيه قدامه. دي ملمح كويس جدا. وبعدين بيروح لسيدنا شعيب. هنا بقى ايه، ايه احنا فين هنا؟ احنا في البير ده ممكن، لانه لسه ما زالت بطن الارض تحوي لسه في ميه، البير ما زالت بطن الارض تحوي اثار لسه ما اكتشفناهاش، ولذلك ما تقولش الله ده في قصص واحنا مش لاقيين له اثر، ما تستنى يمكن يطلع الاثر. لكن سيدنا موسى قابل الرجل الصالح اللي احنا في تفسيرات بتقول سيدنا شعيب، ايوه، وعملوا عهد. ايه العهد؟ قال له انت راجل كويس جدا، انا هجوزك بنت من بناتي وتشتغل عندي 8 سنين، واذا قعدت كمان سنتين من عندك ما فيش مانع. فقعد سيدنا موسى. خلي بالك دي مرحلة من مراحل تاريخ سيدنا موسى، في الغالب هو لسه مش نبي، لانه اول حوار هيحصل بينه، الحدث الاكبر بالنسبة لينا كلنا كمؤمنين بالله هيحصل بعدين، لما سيدنا موسى بقى يخلص الأمد اللي هم 10 سنين، وياخد أسرته بقى أولاده وزوجته والرزق اللي هو عمله في 10 سنين، ويطلع لمصر. في عودته دي سيدنا موسى هيقف ويبص على الشجرة اللي هي شجرة العليقة أو العليقة، الشجرة اللي آنس فيها، آنس من جانب الطوق نار لقى نار، والشجرة اللي فيها التجلي الفريد. شوف ظهر هنا أديان وهنا أديان وهنا أديان، لكن ما سمعناش أبدا عن حد ربنا كلمه يعني مباشرة، لأنها الآية يعني فكلم الله موسى تكليما هنا في هذه في هذا المكان عند شجرة العليقة. يبقى احنا هنا عند البير اللي هو كان مفروض يبقى في مدين، لكن هم ناس قالوا ممكن يبقى ده، الى ان يظهر لنا حجر يتكلم او اثر يقول، فاحنا ما عندناش مانع ابدا ان احنا نقبل ان هذا البير هو الذي التقى فيه سيدنا موسى مع البنتين، ثم التقى بسيدنا شعيب، وكانت مرحلة من مراحل سيدنا موسى، قصة موجودة في القرآن. لما تقرأ وتشوف ان الايات بتقول ان موسى خرج يترقب، وبعدين بنتين قابلهم ويزودان، وبتعرف ان القصه دي حصلت في سانت كاترين. بص بقى يا سيدي، بص بقى يا ستي، هتفتحي القرآن الكريم وتقري الآية بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. تصطلون يعني يدفوا. صدق الله العظيم. وبعدين بتقرا برضو في القرآن الكريم تلاقي فيه آية تانية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لأهله
إني أنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. ما أنت تلاقي آية ثالثة بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. واضح إن كان في لقطة هنا لما يجد على النار هدى إن هو يمكن ما كانش عارف الطريق قوي، كانت الدنيا ظلمة وكانوا بردانين. تيجي تبص بقى هنا قضى الأجل، أجل إيه؟ وإيه حكاية إنه أنس نارا وإيه إيه في إيه؟ في قصة لسيدنا موسى. طول ما أنت ماشي بتقرا في القرآن وبتتمتع تلاقي قصص. إيه قصة بقى اللي أنس من جانب الطور نارا وإيه في إيه؟ في يا سيدي الشجرة الجميلة اللي أنت شايفينها ورانا دي، دي شجرة العليقة. يقال بعد دراسات وحاجات إن هنا كانت الشجرة اللي سيدنا موسى شافها، لأن هنا في وادي سموه وادي الراحة. ممكن يكونوا أهل سيدنا موسى كانوا فيه. يا عمي هم أهل سيدنا موسى إيه اللي جابوا هنا وإيه الحكاية؟ ما إحنا حكينا لكم قصة سيدنا شعيب لما سيدنا موسى راح وعاش عنده 10 سنين بعد ما خلص الأجل، اللي هي لما قضى موسى الأجل في عهد بينه وبين سيدنا شعيب. رجع بقى الأهل وبني إسرائيل في مصر، فراجع وهو راجع كانت الدنيا برد. لا ده في معاد، ده في معاد وفي وعد وفي حدث من الأحداث اللي هي يعني ما فيش زيها. فسيدنا موسى قال لأهله استنوا هنا مكسوا، أنا شايف نار ممكن أجيب لكم منها شوية نار بجزوة يعني عشان خاطر تدفوا، ويمكن برضو لاقي حد يرشدنا للطريق. عشان بعد ما خلص الأجل خد أهل ومشي رايح لبني إسرائيل في مصر. فأتاري بقى هو لما جه عند الشجرة اللي هي دي، شوف عشان بس نبقى نقول الحاجات كلها عشان ما نبقاش يعني، يقول لك الشجرة الأصلية في ناس جم زمان خدوا فروحها اتباركوا بيها وطلعت الشجرة دي. الشجرة دي حاولوا ياخدوا منها حاجة يطلعوها في أي حتة في العالم ما طلعتش عشان يتبركوا بيها، ما طلعتش في حتة. الشجرة دي على طول كده فيها ورق طول السنة صيف شتاء، مفيش ثمر ليها لكن ليها قصة. عشان كنت حتى كاتبين حفاظا على المقدسات ممنوع منعا باتا القطف، يعني ما اوعى تاخد حتة مننا تقول تتبرك بيها، لا تعملش كده لما تيجي. انما ممكن لما تيجي هنا دي بيعملوها في حائط المبكى، الناس بتحط امانيها في هذا المكان المقدس. ما نقدرش، ما حدش يقدر يتكلم، مكان مقدس طبعا ما حدش يقدر يتكلم. لان سيدنا موسى عليه السلام لما ساب قبله اهله جه تغير كلية، اصبح موسى اخر. لأنه لما جه في هذا المكان وراح للشجرة عشان يجيب نار، يقال في الروايات أنه بص لقى أنه الشجرة الفروع بتاعتها فيها نار لكن ما بتتاكلش، يعني ما بتعملش زي طريقة الخشب لما يتحرق، ما بيحصل لها حاجة غريبة. لأنه أول ما قرب من الشجرة وقرب من النار اللي في الشجرة أصبحت هناك قصة أخرى. لما تيجي تقراها يمكن استدعي لك مثلا هنا في سورة طه تلاقي القرآن الكريم يعني بيحكي القصص، قصة قصة قصة. وهل أتاك حديث موسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها يعني وصل عند الشجرة نودي يا موسى، وهنا تبدلت حياة سيدنا موسى. أنا بقول لكم دايما كتير وأنا بقرأ القرآن الكريم سمعت الله يقول لي، لكن سيدنا موسى سمع الله. لأنه إيه بقى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، بيطمنه سبحانه وتعالى، فاخلع عليك
واللي خلع النعل دي قصة هنحكيها. إنك بالوادي المقدس طوع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. تمام؟ إنني أنا الله. وهنشوف بقى الله ماذا أراد الله من موسى كي يخبر به عباده هناك عند جبل التجلي الفريد. جبل التجلي الفريد نقص عليكم ماذا حدث لسيدنا موسى لما ساب أهله وقال لهم استنوا هجيب لكم شوية نار. فذهب موسى وعاد موسى آخر. أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. احنا في سانت كاترين في حضرة الوادي المقدس في المكان الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى وكلم الله فيه موسى تكليما. في سانت كاترين هنا زي ما انتم شايفين الجبل اللي قدامنا ده جبل اسمه جبل التجلي، لان دي اللحظة اللي سيدنا موسى قال لي الله سبحانه وتعالى انا عايز اشوفك. شوف قصة سيدنا موسى فيها من العبر والمواعظ اللي ما لها حد له، عشان كده هي ربنا سبحانه وتعالى حطها لك في القرآن الكريم كل شوية يقول موسى 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 موسى، عشان سيدنا موسى ليه وضع خاص. ممكن أنت تسأل يعني اشمعنى سيدنا موسى؟ ماله سيدنا موسى ليه في القرآن كده مرات كتير جدا وفي معظم الصور موجود سيدنا موسى؟ يعني فانا اقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تسألش لانه انا اخترتك. هو سيدنا موسى اتقال له كده من الله سبحانه وتعالى. اللحظة دي سيدنا موسى لما خرج من عند سيدنا شعيب وخد بنته في معظم الاقوال او الرجل الصالح، وكان اتجوز البنت وقعد عنده 10 سنين وخرج من عنده بأسرته جاي مصر لأهله. وهو جاي لقى شجر اللي احنا صورناها لكم شجرة العليا وفيها نار، لكن النار فيها غريبة شوية، يعني الغصون ما بتتاكلش من النار. لكنه قال لأهله زي ما قلنا لكم امكسوا ان استنوني هنا هشوف النار دي تجيب لكم منها شوية جزوة تانية، يعني شوية نار لعلكم تصطلون تدفوا او اجد على النار هدى. فلما جه سيدنا موسى في اللحظة دي، احنا خلي بالك احنا مع رجل متزوج، هو رجل صالح متجوز من رجل صالح وخارج من مصر وكان متربي عند فرعون، لكن هنا بيحصل لحظة التحول في شخصية سيدنا موسى، بيبقى من بني آدم صالح إلى إنسان بيكلمه ربنا سبحانه وتعالى مباشرة. وتشوفوا أنتوا الصياغة القرآنية الآيات القرآنية ربنا إزاي بيتقدم لعبده عشان أنت تتعلم، عشان أنت تتعلم وهو الله، إنما بيتقدم لعبده بمنتهى اللطف عشان يديله الراحة النفسية ويديله الأمان. لذلك وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الأول طبعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو أجد بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها
هنا بقى اللحظة دي، هنا اهو، نودي يا موسى إني أنا ربك. آدي أول الكلام، خلي بالك شوف الحنية، إني أنا ربك فاخلع عليك. وهنحكي لكم إيه قصة خلع النعلين دول. إنك بالوادي المقدس طوى، أنت في مكان حلو قوي، اخلع بس عليك كده وتعالى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. خلاص ربنا خده بالراحة وهداه خالص. وبعدين يقول له إنني أنا الله، اسمع بقى، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وبعدين إن الساعة آتيت أكاد أخفيها، وتسمع بقى الآيات، شوف وقف يمينك يا موسى العصا وإيه. وبعدين نيجي للتكليف. خلاص موسى اطمن وربنا كلمه، حاجة ما انتش قادر تتصور يعني ايه ربنا يكلم بني آدم. اطمن وكله تمام، قال له ذهب إلى فرعون إنه طغى. بس شوف موسى مطمن لدرجة إيه، قال له بس اديني هارون أخي يعمل له وزير، مش وزير يعني وزير المواصلات ولا وزير الأواف، لا لا لا، هنا الوزير يعني يأخذ بأزره، رجل يأخذ بأزر موسى يعني يسنده ويبقى ظهره ويبقى قوته ويبقى كل حاجة، مش وزير يعني هيبقى رئيس وزراء، لا، لأن مفيش ملك هنا، هنا في رسالة. موسى ما كانش ملك، موسى كان نبي رسول، ما كانش ملك. فخلي بالك من الآيات. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى اخلع عليك؟ ليه؟ هنا راحت ناس في حاجات عادية، يعني قال لك لا ما هو أصله إيه؟ إنه الأرض ممكن يكون فيها حاجات، ربنا بيطمنه إن المكان ده مقدس، ما فيش حاجة عادية كنت ماشي ممكن تمشي من غير نعل. ده رأي كويس ماشي. في واحد تاني قال لك لا اصل موسى كان لابس يعني شبشب كده او صندل من اللي بيلبسوهم زمان، كعب جلد حمار ميت يعني، يعني ماشي. انما في واحد كده لماح قال لك لا لا، ده الانسان لما بيحط رجله على الارض مباشره من غير حذاء ولا حاجه زي كده بيحصل منهم تلاقي، بيحصل له نوع من انواع الارتياح. فربنا بيقول له انت المكان مقدس، وانت كمان حط رجلك عشان جسمك كله يحس بيك وتصيد المكان. ده رأي جميل حلو يعني يتفهم وممكن تحسه، انت لما تمشي على الارض كده برجلك تحس احساس تاني، فما بالك فانت في الوادي المقدس وفي حضرة المولى، موضوع تاني خالص. لكن في واحد برضو كده قعد وقال لك لا، حذاء ايه وارض ايه يا جدعان، لا اخلع حذائك انك بالوادي، شيل كل الهم اللي في صدرك وشيل كل رغبتك في الحياة وشغل الحياة وكل شهواتك وكل حاجة، تعالى لي صافي خالص. حلو ها؟ حلو طبعا، يعني ما مخرب في منتهى الجمال. انا عايزك يا موسى كده ما فيكش حاجة ابدا، تجيلي كده. دي ممكن تبقى معنى اخلع عليك. ايوه تمام. طب نيجي بقى النقطة تانية، هو قال له يا موسى إني أنا ربك. يا ترى ربنا اتكلم بأنه لغة يعني؟ ففي حديث رواية بتقول لك ربنا اتكلم بلغة وبعدين لغة وبعدين لغة بكل لغات الدنيا، وموسى يقول له يا رب لا أفهم، مش فاهم مش فاهم مش فاهم، فلغاية ما كلمه باللغة بتاعته. كانت لغة موسى إيه؟ موسى عليه السلام كان بيتكلم مصري قبطي، اللغة المصرية القبطية القديمة، هنقول مصري يعني قبطي لأنه موسى كان عايش في مصر، فموسى كان بيتكلم اللغة دي. فيبقى دي اللغة اللي كلمه بيها ربنا في الآخر اللي فهمها موسى، وبعدين لما فهمها قال له يا رب هذا كلامك هو ده الكلام اللي أنت بتتكلمه يعني، دي عايز يقول له دي لغتك يعني، ده حديث موجود كده. فالله قال له إيه بقى؟ قال له لو كلمتك بكلامي يا موسى لم تكن شيئا. فرح موسى رد عليه قال له يا رب هل من خلقك شيء، يعني في خلق ما بيشبه كلامك، هل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال سبحانه وتعالى لا، وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمع من الصواعق. يا سلام، أقوال حكايات.
يا سلام، كان عمر بن عبد العزيز لما يسمع الرعد امير المؤمنين السادس، هنخليه احنا السادس عشان الخامس يبقى سيدنا الحسن اللي هم الراشدين، فكان يسمع الرعد فيقول هذا صوت رحمته، لان الرعد بيجيب مطر خير، فما بالك بصوت عذابه؟ مش بصوتي ده، مش الصوت صوت بالصاد، هذا صوت رحمته للرعد، فما بالك بصوت عذابه سبحانه وتعالى. طيب ربنا اتكلم ازاي؟ من حقك تسأل. لو بنقول لك ما نعرفش، واللي يقول لك يعرف يبقى بيحاول يدعبس في الكتب، لكن اتكلم كيفما يشاء. لانه ايه؟ لانه ما نقدرش نقول اتكلم زي حد، لانه هو ليس كمثله شيء. هتقول اتكلم زي حد ازاي؟ طب هو ربنا يتكلم ولا يبص فالانسان يعرف هو قال ايه؟ والله في ناس قالوا ايوه كده، وفي ناس قالوا لا، ربنا كلم موسى تكليما، يعني ربنا ليه يد. ممكن تكون ليه يد، بس زي ما يكون هو يعني كيفما يشاء، مش زي ايدنا. لكن هنا بالقران الكريم ما لقيناش اثار، ما يهمناش الاثار دي، ما تلزمناش احنا بحاجه، ان الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم انه قال يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انت ممكن تحس دلوقتي ان دي اجمل حاجه ممكن تحصل لك، لكن في الحقيقه هي اصعب حاجه ممكن تحصل لك. موسى اللي متربي يعني في بيت فرعون غلبان، يعني ما لوش اهل، ما يعرفوش اهله مين، هيعمل ايه نتيجه ربنا كلمه؟ هيروح لفرعون يقول له انت مش رب الناس، في رب ليهم، انت مالكش لازمه. دي حاجه صعبه جدا، ولذلك سمي هذا بالقول الثقيل في القران الكريم، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان الحكايه مش سهله، عنده مشوار في منتهى الصعوبة لسيدنا موسى. ولذلك لما ربنا بيختار سيدنا موسى وبيختار حد في مواصفات تحمل، انك انت تروح لفرعون الحاكم المهول ده اللي هيقول للوزير بتاعه هامان يا عم ابني لي قصر عشان اطلع لربنا بتاع موسى ده، شوف هو فين بس ونتكلم معاه. شوف قد كده هو جبار. موسى راح قدامه واتكلم معاه وتحدى فرعون، والقصص بقى اللي موجودة في القرآن السحرة والقصص الكتيرة خاصة به سيدنا موسى. فخليكم معايا بقى انه الجبل ده حسب القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى كده انظر الجبل، فاستقر مكاني سوف تراني، خلاص مش عايز تشوفني. قال له قال له طب استنى بقى، اذا الجبل ده استقر مكانه هتشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وقع موسى واغمى عليه، خلاص مفيش حد ممكن يشوف الله. لكن برضو متعد ان هو يتكلم مع ربنا ويسمعه، حاجة حلوة. فالملاحظة بقى ان لما تبص للجبل ده في وسط الجبال دي كلها تلاقيه وضعه مختلف، هو مش واقف على عيله كده لانه مش زي دول، تلاقيه متكوك وطبيعته مختلفة، يعني تحس انه حد خبطها. فدي كلها حاجات بتقول لك انه ممكن يكون القصة دقيقة. هي القصة اللي احنا مؤمنين بيها هي دقيقة، لكن الاثار لسه مش في ايد الناس، لكن احنا مؤمنين بان دوت حصل مفيش كلام. فده الجبل اللي ربنا دكه، وهنا اتكلم ربنا. طيب هي الحكاية خلصت؟ يعني بعد ما سيدنا موسى رحل عن 120 سنة؟ أنا رأيي لأ. واحد سأل سيدنا النبي قال له ربنا قريب أناجيه ولا بعيد أناديه؟ يعني نزعه وقول يا رب، ولا هو جنبي كده قول يا رب؟ فنزلت الآية سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. التجليات الإلهية لا تنتهي أبداً، تفضل موجودة. بس كان سيدنا موسى مثل، يعني آخر الكلام ان انت لما تيجي تقعد هنا في سانت كاترين
وتقعد بجوار هذا الجبل، واللي جنبه جبل سيدنا موسى اللي هيطلع فيه في يوم او طلع فيه في يوم من الايام وخد الالواح، تحس بحاجه، حاجات روحانيه كبيره قوي 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 قوي. وقصة أخرى معانا ولا إيه؟ إحنا في سانت كاترين، وإنت داخل ما توصل سانت كاترين بالسلامة وتحط شنطك في الفندق أو في المخيم وكل حاجة، وتقرر تروح دير سانت كاترين، وعشان تروح جبل موسى وجبل التجلي وجبل السفصافة، لكن وإنت رايح في الطريق كده لابد تقف هنا في الخلفية. زمايلي المصورين هنا أستاذ رادي أستاذ هبة هيوريكوا إن في الصخر منحوتة للعجل، أظن إنها واضحة يعني، عايزة بس تدقيق كده لحظة وبقى أنت ليا واضحة. ده العجل اللي هو البقرة اللي قالوا له لونها إيه لا مش دي البقرة بتاع سورة البقرة، لا ده العجل الجسد اللي له خوار. إيه الحكاية؟ قصة من قصص سيدنا موسى، القصص اللي موجود في آيات كثيرة في القرآن الكريم. ايه القصة بتاعت العجل؟ ايه العجل اللي ده؟ هنا يقولك انه سيدنا موسى لما نزل ومعاه الألواح ولقى أخوه هارون قال له سبتهم يعبدوا العجل، وراح ماسك العجل الذهب وراح رميه، بيقولك فرماه فراح منحوت في الحيطة كده. دي القصة المرويات اللي بيقولوها، لكن القصة ايه حكاية العجل وحكاية سيدنا موسى؟ سيدنا موسى في مرحلة من مراحله، مش بنتكلم بترتيب، لما استدعى ربه فوق الجبل اللي هو يسمى هنا جبل موسى، وقعد فيه 40 يوم وتلقى الألواح. في الفترة دي سيدنا موسى الأول وهو جاي بني إسرائيل بعد ما عبروا البحر وغرق فرعون والجيش بتاعه وكده ودخلوا في سيناء، لقوا قوم بيعبدوا اصنام وكده، قالوا طب ما تعمل لنا صنم زيهم كده. قال لهم يا جماعه الهكم اله واحد في كل الكون، ما فيش اصنام وما فيش كلام من ده. وطلع سيدنا موسى وخلف مين في قومه؟ خلف هارون نبي كريم، فاداله المسؤوليه، قال له خليك معاهم لغايه ما ارجع. في الفتره دي ظهر السامري اللي انا كنت حكيت لكم عنه، اقول لكم باختصار. السامري ده يقولك ده كان مولود زي سيدنا موسى كده، بس في السنة اللي كان فيها فرعون ما بيقتلش الولاد، أو لا كان في سنة زي سنة سيدنا موسى، وفي السنة دي هي أمه خدته ودته حطته في مغارة في كهف كده عشان خاطر تبعده عن فرعون ما يقتلوش، أو يقتله بعيد عنها ما تشوفوش هو بالذبح. وليه قصة غريبة كده، قالك إن هو كان بياكل الملائكة بترضعه وحاجات، قصص كبيرة، لكن التفاصيل دي مش هنقف عندها. نقف عند السامري لما سيدنا موسى طلع إلى الله إلى الجبل ومعاد عند ربنا، ده بالنسبة للقرآن قصصنا. السامري قال لهم نعمل لكم عجل، كانوا بني إسرائيل وهم خارجين خدوا من المصريين الذهب بتاعهم سلفة عشان يلبسوه في المناسبات وعشان يأكدوا لهم إنهم مش هيهربوا ولا حاجة، وهربوا بيه، فقال لهم طب هاتوا الدهب ده بقى ونعمل بيه. ويقول لك ان السامري ده كان تقريبا سايغ يعني بيعرف يعمل صناعه الدهب ولا حاجات دي. راح مسيح الدهب بتاعهم كله وراح عمل لهم عجل، ويبدو ان فتح فيه فتحه كده وفتحه كده بحيث ان لما الرياح تخش فيه فتعمل صوت، اللي هو ده الخوار ليه صوت. طب فين سيدنا هارون؟ لاحظ بقى هنا ملحظ كويس، سيدنا هارون موجود فيهم
لكن الغالبية من بني إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، بني سيدنا يعقوب يعني، رحبوا بفكرة السامرية وأمنوا بيها، وبقوا العجل ده يلفوا عليه ويعملوا عليه طقوس دينية كده. فسيدنا هارون قال دلوقتي لو أنا بالقلة اللي معايا دي حاولت أقاوم القصرة اللي أمنت بيه العجل الذهب ده اللي عمله السامري، هتحصل فتنة، هيموتوا بعض، وفي الغالب إحنا قليلين، إحنا قليلين سيدنا هارون والمجموعة اللي معاه. فسكت. فلما نزل سيدنا موسى قال له إزاي أنا مش سايبك فيهم؟ قال له دي ما كويس يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي، القوم استضعفوني، لونا قليلين، فأنا عملت الحاجة اللي لقيتها مناسبة. مش أنت قلت لي اخلفني في قومي؟ يعني إيه اخلفني في قومي؟ يعني شوف المناسب إيه في الوقت ده واعمله. فهو شاف إن المناسب إنه يسكت لغاية ما يرجع سيدنا موسى. على فكرة لما رجع سيدنا موسى قتل ناس كتير من اللي عملوا العجل الذهب ده، قتل أعداد كتيرة مذكورة في الكتب، لأنه حاربهم حرب شرسة عشان يرجعوا يؤمنوا مرة أخرى. فلما تيجي تبص هنا تلاقي في الجبل العجل ده، انت هتتفق معايا او انت هتتفق معايا وتختلفي في انه ده يعني فعلا سيدنا موسى، انما الاقوال اللي عندنا المعتمدة يعني شوية ان هو ذهب، فهو سيدنا موسى ولع فيه فرقه، تعرفين الذهب ما يطلعش الا بالنار ولا حاجة، وبعطره في المية. ده اللي موجود في رواياتنا، بعطر الذهب العجل اللي جسد له خوار، لكن ما يمنعش ان هو مرمى كده ساب اثر. على كل حال الاثر اللي انتوا شايفينه ده مهم، لانه ملمح، لانه فكره، ان سيدنا موسى لما غضب شال العجل اللي هم عاملينه وضربه، واعاد بني اسرائيل تاني للايمان بالله سبحانه وتعالى. فهي فكرة، مجرد فكرة، لما انت بتتجول فيها مع سيدنا موسى وبتتجول في قصص سيدنا موسى الموجود في آيات وصور كثيرة من القرآن الكريم، تقوم تشوف ان دي كلها أفكار بتدلنا عبر، ان الناس معاهم هارون عليه السلام ومعاهم سيدنا موسى ومعاهم كل حاجة، ولسه أول امبارح شايلهم البحر، عمل البحر كده عشان يعدوا سلام، وبعدين لما عدوا كلهم خلاص البحر اتقفل على فرعون وجنوده، شافوا. لكن برضو البني آدم في العبر، ولذلك تحس إنه القصة بتقول لك إيه لما تيجي تشوف العجل ده. البني آدم محتاج دايما إنك تنشط ذاكرته، هي دي عبرة من عبر قصص سيدنا موسى وقصص كثيرة أو قصص كثير في القرآن الكريم، إنه بني آدم بيتغير ويتبدل، ومش محتاجة ممكن الحكاية وقت، ممكن بسرعة يتغير. فيبقى لما نبص ده ونبص للجبل ونبص لقصص سيدنا موسى، لما تقرأ وأضلهم السامري فربنا عاقبه، أن تقول في الحياة لا مساس، حتة عقاب، والسامري عمل العجل الذهب ده كله ده عشان يقولوا السامري ويعبدوا كمان معهم ويقولوا له عظيم، أنت راجل تحفة، أنت ملك، أنت عملاق، أنت كل حاجة. فالعقاب كان لا أكل ولا ذبح ولا حاجة، اذهب أن تقول لا مساس، يعني محدش يلمسني ولا هو يلمس حد، بعد ما كان كل هدفه في الحياة اللي هو السامري انه الناس تمجده، بقى يقول لك لا مساس، ما حدش يقرب لي زي ما يكون عنده جرب. لا مساس، لا ان تقول في الحياه لا مساس، ما حدش يلمسني، ومضى السامري ما نعرفش بقى ايه اللي حصل، لكن مشي. ده شوف العقاب الالهي دايما لازم تبص له كويس، تتامله في القصص، عقاب في منتهى الايه دقه. امشي كده اللي انت كنت عايز تبقى عظيم وكده، ورجع موسى هو موسى. اما تيجي بقى في تفصيل الالواح اللي خدها سيدنا موسى ورماها وكده، الالواح دي حسب الاقوال الكتيره المعتمده يعني ان هي دي كان فيها التوراه فيها هدى ونور، ان الالواح دي كان فيها الوصايا العشر، اتكتب لسيدنا موسى
كل الحاجات الأساسية في الدين، لأن الديانة اليهودية فيها تشريع، فكتب كل الحاجات في هذه الألواح. اللي بعد كده بقى هتمشي الأيام، مهم جدا أنك أنت عشان تعرف الفروق بين الأشياء لابد تعرف أصلها وإزاي اتكونت ووصلت لما وصلت إليه. فأنا أدعوك عزيزتي المتلقية وعزيزي المتلقي في ونس أنك تبص بصة كيف جمعت التوراة ومن كتبها. يعني لازم تقرأ تبص في ده كويس جدا، لأن ده في تفاصيله كتير، وإذا حكيت لك فيه هيبقى هتحس إن أنا حمل معك شوية. إنما لو عايزين نحكي لكم إزاي التوراة اتكتبت واتكتبت إمتى بعد سيدنا موسى، يعني كم سنة، يعني تقريبا بالتقريب كده، هتلاقي الحكاية فيها كلام كتير، هتلاقي فيه سنين كتير، فيه حاجات كتير، ده كتب وده كتب وده كتب وده كتب وده كتب. لكن احنا بنعتمد القصص بتاعنا احنا، اللي جابه سيدنا جبريل لسيدنا محمد من السماء، لجبريل لسيدنا محمد لغايه دلوقتي بنسمعه. فده القصص. كان في سامري اضل الناس، على فكره اوعى تستبعد ان يكون ابن خالتك ولا يكون زميلك في الشغل او يكون رئيسك في الشغل هو السامري، ويكون زميلك التاني هارون وانت مش واخد بالك، بس شايفك انت قوي ومعاك ابن قرايبك كلهم في المكان، فمش عايز يعمل لك مشاكل. وكأن هارون موجود والسامري موجود. القصص بتاع القرآن مش قصص عشان تعرفه بس، القصص عشان خاطر تتأمله. ف يعني يمكن موسى ما يبقاش موجود، لكن ممكن يبقى فيه زي هارون عليه السلام، وممكن مش ممكن، هو اكيد فيه زي السامرية. فربنا بيحكي لك الحكاية عشان انت تقرا وتاخد ثواب، ادي حاجة، تقرا وتفهم دي حاجة جميلة، تقرا وتتدبر فهو ده المطلوب، اقرا وتدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلها. صدق الله العظيم. في حضرة النبي الكريم، احنا في سانت كاترين، وفي مقام يقال عليه مقام رؤية، مقام النبي الكريم، نخاطبه كما خاطبه رسول الله حين التقاه في السماء السادسة عليه الصلاة والسلام. قال مرحبا بأخي هارون النبي الصالح والرجل الصالح. النبي هارون يقال ان ده مقام ومرقد سيدنا هارون. من ناحية ان سيدنا هارون عليه السلام كان في سيناء، طبعا كان في سيناء، ودفن في سيناء، قطعا دفن في سيناء عليه السلام، لانه سيدنا هارون اكبر من سيدنا موسى، يقال بسنة، يقال باثنين، يقال بثلاثة، لكن هو اكبر من سيدنا موسى، وهو ولد في السنة اللي ما كانش فيها فرعون بيقتل الأطفال. وهو طبعا معاش مع سيدنا موسى، لأنه سيدنا موسى لما اتولد كان فيه قتل الأطفال، حطته أمه الكريمة في السبت وحطته في المية بإيحاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم. خلي بالك، خدت بالك أنت من الحتة دي ولا لأ؟ يعني أنت حد يقول لك إذا خفت على ابنك ارميه في البحر، حطه في البحر، فلكن الوحي من الله، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ويأخذ عدو لي وعدو لك كمان يعني، لكنه موسى يعني عليه السلام. خلي بالك المصطلحات دي كلها بتبقى محتاجة يعني نظرة كده شوية حلوة. النبي هارون يقال المكان اللي احنا واقفين فيه ده هو ده المكان، الربوة اللي عبد عليها العجل الذهبي اللي عمله السامري لبني إسرائيل لما طلع موسى يناجي ربه ويأخذ الألواح من الله سبحانه وتعالى. الناس عملوا عجل من ذهب وعبدوه، يقال إن في المكان ده. طيب سيدنا هارون كان مع سيدنا موسى هنا، وخلي بالك أنا قلت لك قبل كده ونقولها تاني وتالت ورابع، إنه يعني أكرم أخ لأكرم أخ
اكرم حاجة عملها اخ لاخوه انه لما ربنا قال له ذهب لفرعون انه طغى، قال له اجعل لي من اهلي هارون وزيرا، اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. ليه يا موسى؟ اجلد بي ازري واشركه في امري. وبعدين الخطاب يعني عايز تبص له، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. هل المره الاخرى هي نجاته من فرعون؟ ممكن. هل المره الاخرى نجاته من الرجل اللي قتله المصري وخروجه هاربا وربنا نجاه؟ ممكن. هل فرعون ولا خروج؟ ما يعني كلها حاجات ممكن. لكن دائما لما موسى يخاطب رب ربنا يديله اللي هو عايزه على طول على طول. هل تعتقد ان دوت افضليه لموسى بس؟ لا، الله سبحانه وتعالى ممكن يدي الافضليه دي لاي حد ممكن يكون على يمينك وعلى شمالك وهو مديها له وانت مش حاسس او انت مش عارف. انما ادالك مثل بسيدنا موسى. سيدنا هارون عندنا عنه حكايات مش كتير، لكن ليه سيدنا موسى قال الله سبحانه وتعالى اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي؟ وزير يعني حد ياخذ باذري يشدني، يعني يساعدني، حد يبقى سند ليا. لانه كان عند سيدنا موسى في الكلام عنده مشكله بسيطه كده، لكن مش مشكله عويصه، لانه الانبياء ما يصحش يبقى فيهم حاجه مش مظبوطه. لكن هو قال هارون افصح مني لسان، هارون بيتكلم كويس وبعدين طيب، طيب جدا. وكأن سيدنا موسى عارف ان ربنا يحب ايه، يغذي الشديد بواحد طيب يسنده عشان لما يبقى فيه مشكله هو يبقى جنبه حد ودود. يعني سيدنا موسى مش ودود، لا، بس سيدنا موسى كان في دينه شديد، سيدنا هارون كان ودود جدا. لذلك هتشوت تلاقي دوت فين بقى؟ حكايه بتتحكي. سيدنا موسى بعد قصه السامري ده وبتاع رجع صالح مع سيدنا موسى سيدنا هارون وخلاص. ما عندناش تاريخ ان سيدنا موسى لما رجع مصر شاف اخوه وبقى وزيره وبقى معاه في كل حاجه سيدنا هارون. طب سيدنا هارون مات هنا في سينا، لانه كل الاحداث كانت في سينا. طب قصص موته ايه اللي حصل؟ من الحكايات اللي بتتحكي انه ربنا قال لسيدنا موسى هات لي هارون في المكان الفلاني عشان عندكم بتروحوا فيها. دي قصه. وان هو دخلوا مشوا في مكان ممكن يبقى زي المكان ده كده، فلقوا شجره جميله جدا ومعمول فيها مكان فيه سرير جميل جدا وحاجه يعني ساحره كده في وسط الصحراء. فقال له الله يا موسى انا عايز انام في السرير ده. قال له اطلع نام. قال له بس يجي صاحب الحته دي يزعل مننا، تعال نام جنبي عشان انت موسى برضه كده. فقال له طيب. فناموا على السرير، قبض سيدنا هارون في هذه اللحظه وسيدنا موسى دفنه ورجع لاهله بني اسرائيل. قال له هارون فين؟ قال لهم هارون مات. قالوا لا انت قتلته. مفيش فايده، يعني طول الوقت في مشاكسه مع سيدنا موسى. قتلوه ازاي؟ ده اخويا. قالوا لا اصل احنا بنحبه، لانهم كانوا بيحبوا ايه هارون، لان هارون سابهم يعبدوا العجل وما عملش معاه مشكله، بس كان مستني اخوه ما كانش موافق. لكن هم كانوا بيحبوا هارون لان هارون كان طيب قوي بيعاملهم بطيبه كده. موسى ما بيسمعوش كلام الله، كان بيتضايق جدا. فيقال يا سيدي ان سيدنا موسى تلقى من ربه كلام، ففهم منه انه يروح في المكان اللي مدفون فيه سيدنا هارون ويقول له اصحى، فيصحى يقول له انا قتلتك. ده الروايه. انا قتلتك هارون؟ قال له لا انا مت، انا مت ما اتقتلتش. وشافوه كلهم قال له خلاص ارجع عد لمضجعك، خد لمكانك، نام تاني ونام سيدنا هارون. دي قصه. طب هل سيدنا هارون مثلا سيدنا موسى دفنه هنا عندنا اي معلومه؟ لا، عندنا حد شاف رؤيه انه جالت الرؤيه وقالت له انا هارون ومدفون في الحته ديت. ممكن، ممكن، لان عند اولياء الله الصالحين والانبياء في حكايات كتير بتتحكي.
لكن المؤكد اللي احنا ما نقدرش نفر منه شمال شمال ولا يمين انه سيدنا موسى مدفون في سيناء. طبعا سيدنا هارون مدفون في سيناء طبعا. حتى الكلام عن قبض سيدنا موسى، موسى نفسه، انه ممكن يكون كان في سيناء او في اخر حدود سيناء عند الاردن، يعني في اخر الحدود، لانه المؤكد انه ما دخلش القدس، واللي دخل يوشع ابن نون اللي هو اذ قال موسى لفتاه في سورة الكهف. الفتى ده هو ده يوشع ابن نون، هو ده اول ملك. مفيش رسالة كانت لسيدنا هارون، مفيش كتاب كان لسيدنا هارون، لكن في معنى كبير لقصة الاخ النبي الصغير. اول حاجة بيعملها لما بيتلقى النبوة من الله عز وجل، بيقول له النبي كمان اخويا يبقى معايا. انتوا بقى لما شفنا سانت كاترين ان ده مكان لازم يتحط على خريطة كل حاجة عندنا في بلدنا، خريطة السياح طبعا، لكن خريطة المصريين والعرب لما يجوا نقول لهم لازم تروحوا هناك، ونوفر لهم الاماكن اللي يستطيعوا فيها الاقامة. سانت كاترين زي ما انتوا شفتوا، انتوا بقى اتكلموا عليها، وانتوا احكوا لبعض عن هذا الجمال وهذه الروحانيات، وتصبحوا على خير. جرحي اللي مني ومهما